مرحبا اهلا وسهلا كيفك الحمد لله كيف حالك الحمد لله منيحه ممكن تعرفنا كيف صالح الحمد لله منيحه تمام نعمل توأمة يعني مع الخال الاحمر ان شاء الله ممكن تعرفنا عن حالك انا ولد اسف شو خرب ما حدث لكم اعرفكم انا رئيس هيئه مكون جدار الاستقلال المهندس ولد اسف طيب احكي لنا شوي عن الاوضاع الحاليه في الخال حاليا احنا زي ما انت شايفه يعني عدد كبير تعتصم كل ليله تنام تبيت هنا والمئات ياتون ليلا يوميا ليتضامنوا مع الخان الاحمر ولكن نحن في حاله يعني استعداد للدفاع عن الخان الاحمر في حال تم الهجوم عليه الايام القادمه ستكون ايام صعبه لانه كل المحل استنفذت تقريبا هذه هي الليله 115 في الخان الاحمر نبيت هنا على مدار 115 يوم نعم لجان المقاومه الشعبيه اعضاء كاد هيئه مقاومه جدار الاستقلال اقليم القدس واعضاء اخرين من نشطاء الوطن في كافه انحاء الوطن في هذا المكان واجهوا الجرافات عده مرات لانه كانت تقترب من المنطقه وهم يستعدون للدفاع عن الخان الاحمر ولمنع هدمه وكذلك تعزيز صمود المواطنين والسكان في هذا المكان. مع الوزير شو رسالتك للعالم اللي بشوفوك يعني هلا في هذا الوقت وانه شو بتحب تحكي لهم لا يعني ككونك موجود في الخان الاحمر وهي منطقه مهدده بالهدم وممكن تنهدم اهل الخان الاحمر الخان الاحمر رسالتي للعالم انه هنا يمكن من هنا يمكن ان يصنع السلام ومن هنا يمكن ان يفسد السلام لان الخان الاحمر هي بوابه القدس الشرقيه وهي نقطة الربط بين الضفة الغربية ووسط الضفة الغربية وهدم الخان الأحمر وتنحيط السكان هنا يعني هدم البدء بهدم باقي القرى البدوية الموجودة في المنطقة وهذا يعني فصل الضفة الغربية جنوبها عن شمالها ثم عزل مدينة القدس وبدء أكبر حملة تطهير عرقي في تاريخ فلسطين منذ عام 48 منذ النكبة في النكبة تم هدم وتهجير سكان 56 قرية ومدينة ولكن الآن يتم العمل على تهجير سكان 225 قرية صغيرة في منطقة جيم تستهدف منع قيام دولة فلسطينية وضم مناطق جيم إلى إسرائيل هذه المنطقة مسمى إيوان والتي يقع على رأسها الشرقي الخان الأحمر هي منطقة استراتيجية لأنها هي معبر للقدس وهي بوابة القدس الشرقية وهي نقطة الربط ما بين الجنوب والوسط والجنوب وبالتالي هي يعني نقطة الأمل في أن يكون لنا دولة ومشروع وطني إذا كسبنا الخان الأحمر نخسر مشروعنا الوطني وإذا كسبنا الخان الأحمر نكسب الدفاع عن بقاء أملنا في المشروع الوطني أمل الأجيال القادمة أملكم أنتم وأمل الشباب وجميعا في أن يكون لهم دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف لذلك رسالتنا للعالم أن يأتوا لإنقاذ السلام لإنقاذ حل الدولتين لإنقاذ إمكانية قيام دولة فلسطينية لإنقاذ الأمل في نفوس أطفالنا وأبناء شعبنا الذين يبحثون عن أمل لهم في المستقبل في أن يعيشوا أحرار على أراضيهم بسلام وأمن واستقرار أن يأتوا هنا ليمنعوا ارتكاب جريمة حرب ترتكب ضد المواطنين الفلسطينيين العزل ليمنعوا اعتداء المستوطنين واعتداء جرافات الاحتلال وجيشه على منازل فلسطين ومخادمها لكي يدافعوا عن حقوق الانسان. نحن هنا شعب واقع تحت الاحتلال ويجب ان يتم حمايه هذا الشعب من جرائم الدوله المحتله وجرائم هذا الجيش الغاصب المحتل الاراضينا. رسالتي لهم انه يجب ان يتدخلوا لا يكفي التصريحات فقط يجب ان تنتقل هذه التصريحات من الادانه الى الفعل لمنع اسرائيل من ارتكاب جريمتها او لمعاقبتها على جريمه اذا ارتكبتها. انا طلبي من المجتمع الدولي ان اولا ان يعمل على الرد على اسرائيل اذا هدمت الخان الاحمر بالاعتراف بدوله فلسطين وعاصمتها القدس الشرقيه. ثانيا ان يعمل على فرض عقوبات حقيقيه على اسرائيل ووقف اتفاقيه الشراكه الموقعه بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل وكذلك ووقف استيراد بضائع من التنظيم بالكامل من هنا. والمسألة الثالثة أيضا أنا أدعو الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بالتجمع بالقرى الفلسطينية الواقعة في منطقة جيم ودعمها ودعم التخطيط فيها وكذلك توفير المشاريع اللازمة لها
بدون أي قيود لعدم وجود تراخيص أو موافقة إسرائيلية، ورفض ذلك وتحدي ذلك، وأن يحافظ الاتحاد الأوروبي على الأمل في بقاء إمكانية قيام دولة فلسطينية. لذلك أدعو العالم يتحمل مسؤولياته تجاه أبناء شعبنا في مناطق جيم وتجاه سكان الخان الأحمر بالتحديد، ويعني للحفاظ على القانون الدولي، على الأقل لحماية القانون الدولي من هذه الدولة المعركة. شكرا كثير، وانه جميل جدا انه اسمع هذا الحكي اللي جد بعمل فينا او بصنع فينا الامل انه نكمل، لانه اكيد الخان الاحمر مش رح تنهدم ورح نضل مستمدين. شكرا كثير. حتى لو هدمت صناعي البناء، صحيح، وحتى لن لو هدموا البيوت لن نستطيع هدم ارادتنا في البقاء في ارضنا هي وعدم الرحيل. صحيح. وسنعيد بناءها من جديد ان شاء الله. ان شاء الله. على الله. شكرا. اهلا وسهلا فيك. شكرا.